بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب برايمري 4، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير، ان شاء الله موفقين. طبعا التعليقات والناس اللي بتجاوب على اسئله الهوم ورك اللي انا بديها لكم في الحصه، طبعا شكرا لكم جدا. انا بعمل لكم يعني يا اما برد عليكم يا اما بعمل لكم كده هارت كده على التعليق بتاعكم، ده دليل ان الاجابه بتاعتكم صح ان شاء الله، ولو في خطا طبعا انا بكتب تصحيح. طبعا يا اولاد الحصه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الدايجستيف سيستم وخلصناه بالكامل، وكان اخر حاجه فيه عرفنا طبعا الاستراكشر بتاع الدايجستيف سيستم. تعالوا بقى كده نتكلم على الجزء اللي بعد كده من الدرس بتاعنا، اللي هو بنتكلم فيه يا اولاد عن ذا ريسبيراتوري سيستم. كلمه ريسبيراتوري سيستم مش بتتقال ريسبيراتوري يا اولاد، هي اسمها ريسبيراتوري سيستم، اللي هو الجهاز التنفسي. طبعا هنا في الجهاز ده غير شويه دايجستيف سيستم، الاورجنز بتاعته اقل شويه لكن مهم جدا يا ولاد. الريسبيراتوري سيستم طبعا بيقول لك ان هنا هاف يو نوتيس ذات، انت لاحظت ان during sitting your breath طبعا سلو داون. اكيد طبعا واحنا قاعدين يا مستر انا نفسي بيكون بطيء خالص مش سريع، لكن يا مستر during running your breath طبعا بيكون طبعا كويك او بيكون فاست سريع. وانا بتحرك بيكون النفس بتاعي في سرعه وبيكون اسرع طبعا. تمام، ليه يا ولاد؟ هقولها كده بسرعة، اللي انت وانت بتجري جسمك البادي سيلز بتاعتك بتكون محتاجة او need more oxygen، محتاجة اكسجين كتير. تمام؟ هتعرف كمان شوية ان الاكسجين في السيلز بتاعتنا مهم جدا. ساعات يعني لما نكون مثلا بنشوف حد الدكتور كده بيبقى عايز يقيس الاكسجين في جسمنا، بيجيب زي مشبك كده ويحطه في صباع الانسان كده عشان يعرف الاماونت اوف اكسجين ان ذا بادي. طب ليه يا مستر؟ لان الاكسجين ده يا ولاد هو المهم جدا، يعني بيعمل بيرنينج للفود بتاعنا، حرق كده، بس مش حرق بقى كبريت ونار وكده، لا يعني بيحرق الغذاء دوت بطريقه معينه هتعرفوها ان شاء الله بعد كده في السكندري ستيج ان شاء الله، عشان يدي جسمك الطاقه. تقول لي يا مستر طيب وانا بجري بقى؟ وانت بتجري انت محتاج مور انرجي، سو ذات يو نيد مور اكسجين. طب انت محتاج مور اكسجين فتعمل ايه؟ هتتنفس اسرع، عشان كده يور هارت عند يور بريث بيكون ايه طبعا القلب بتاعك والنفس بتاعك بيكون طبعا فاست سريع. ده ملخص كده عشان تكونوا فاهمين بس القصه بعد كده جايه ازاي. تعالوا نشوف كده. working together to get needed energy، مين ومين؟ الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. الجهازين دول يا اولاد بيشتغلوا مع بعض to get needed energy، عشان اجيب الانرجي. like getting nutrients from food and getting oxygen gas from the air. خلي بالك بقى كده، احنا بنجيب النيوترينتس اللي قلنا المواد الغذائيه او الغذاء يعني من الاكل، وبنجيب الاكسجين جاز فروم اير. تمام كده. وبعدين يا مستر a complex process that depends on many organs، طبعا عمليه معقده شويه وبتعتمد على كذا اورجان في جسمنا. طب روح علينا شويه يا مستر عشان نفهم بقى حاجه حاجه. دلوقتي انا في جسمي يا مستر في نيوترينتس، في غذاء من الاكل اللي انا اكلته، والدايجستيف سيستم درسته الحصه اللي فاتت والمره اللي فاتت وفهمته كويس. طب دلوقتي محتاج ايه كمان مع الاكل دوت؟ محتاج الاكسجين. طب وبعدين؟ طيب هنجيبه زي الاكسجين بقى عن طريق طبعا ان any living organism، كل كائن حي respire to get oxygen، بيتنفس عشان ياخد الاكسجين يا ولاد. طب وبعدين يا مستر؟ طبعا اكسجين جاز ده اللي هو is necessary to burn digested food، مهم عشان يحرق زي ما قلت لكم من شويه الاكل اللي اتهضم ده. يعني مستر استنى يا مستر ثانيه واحده، في سؤال، هو انا لو كلت والنيوترينتس اللي انا خدتها وعملت لها ابزوربشن باي سمول انتستين زي ما خدنا الحصه اللي فاتت، لو ما اتحرقتش الاكل دوت في وجود الاكسجين انا كده ما فيش في جسمي انرجي؟ ايوه بالظبط كده، مش هيبقى في جسمك في انرجي ومش هتستفاد الا لو معاك الاثنين دول، النيوترينتس اللي هو الغذاء، ومين كمان يا اولاد؟ الاكسجين. طب الاكسجين لازمته ايه؟ هقول تاني، needed يا مستر to get طبعا energy for all the body activities. الاكسجين دوت بيعمل burn للdigested food، بيحرق الاكل اللي اتهضم inside your cells جوه خلايا جسمك، تمام، عشان يديك الانرجي بقى. فهمنا يا ولاد؟ عشان كده دايما تلاقي الشخص اللي مش عارف يتنفس كويس او في مشكله عنده في الريسبيراتوري سيستم، جسمه ضعفان كده ومش قادر يتحرك. ليه؟ مع انك واكل كويس. يقول لك ما هو الاكل لوحده مش كفايه، اديني كمان شويه اكسجين كده عشان احرق بقى الاكل ده. بالظبط كده.
يبقى معنى كده يا اولاد ان الـ respiratory system is a system responsible for breathing, طبعا our respiration يعني التنفس. طيب الـ respiratory system supplies the body with oxygen, ممكن يجي لي في complete او choose يقول لك كده the respiratory system supplies يعني بيمد او يعطي يعني يعطي او يمد الجسم with oxygen gas. طيب يا اولاد and get rid of carbon dioxide gas through respiration process, وبيتخلص من الكربون دايكسيد زي ما انتم شايفين في الصوره دي. خدت بالك كده هنا بياخد الاكسجين اهو وبيطلع الكربون دايكسيد, يعني في اير داخل, طبعا كلنا عارفين الكلام ده كويس. انا باخد الاكسجين وبطلع الكربون دايكسيد جاز. البروسيس اللي قدامكم دي, العمليه اللي قدامكم دي يا اولاد بيسموها باسم respiration process. What is meant by respiration process, ايه هو تعريف عمليه التنفس respiration process؟ It's a process of entering the air carry oxygen, يعني دخول الهواء اللي شايل الاكسجين into the body للجسم, وبعدين يا مستر and pushing air carry carbon dioxide out of the body. سهل جدا, وفي definition اسهل من كده. يعني يا مستر what is meant by respiration process, it is a process of entering the air carry oxygen, دخول الهواء اللي شايل الاكسجين and pushing the air carry carbon dioxide outside the body. يعني بندفع بقى وبنخرج الهواء اللي شايل كربون دايكسيد بره الجسم يا ولاد. طيب ماشي يا مستر, لحد دلوقتي مفيش حاجه صعبه. كل اللي احنا قلناه ان عندنا respiratory system بيعمل enter للاكسجين and pushing out او push the air carry carbon dioxide outside the body, بطلع الهواء اللي شايل كربون دايكسيد بره الجسم. طيب تعالوا بعد كده نشوف بقى the human respiratory system consists of some organs. مين هم الأورجانز دي يا ولاد؟ تعالوا نشوف. أول أورجان يعني برضو يكون first opening كده like digestive كان عندنا الماوث, أما هنا النوز اللي هي الأنف بتاعتنا يا ولاد. أدي الفيرست أورجان. نمبر 2 pharynx اللي هو بيسموه باسم throat اللي هو الزور, يعني اللي هي الحتة دي كده هنا كده pharynx, بيقولوا عليه بالعربي اللي هو البلعوم بتاعنا, مش عايزين المعنى بالعربي قوي, مش هيفيدك الكلمة يعني. يبقى nose, pharynx, trachea. trachea فين يا مستر؟ trachea دي اللي هي دي يا ولاد اللي هي موجودة في نص صدرنا كده اهي مستر, مش دي زي الاسوفيجاس كده في الدايجستيف؟ ايوه برافو عليك. الاسوفيجاس بقى وراها, اللي انت لما تاكل الاكل هيمشي من وراها كده في التيوب اللي هي اسمها الاسوفيجاس. اما trachea بقى هي اللي هي عاملة زي الحلقات كده يا ولاد, دي شايفين مشاور عليها اهو, تريكيا هي دي كده. ودي يا اولاد اللي هم بالعربي بيسموها باسم القصبه الهوائيه, زي القصبه كده وبيمشي فيها اللي طبعا الهواء. دي بتمتد بقى بطول صدرك كده لحد ما تتفرع into two bronchus. كلمه bronchus اللي هم الشعبتين دول, ادي شعبه وادي شعبتين. يعني بصوا القصبه دي اتشعبت, يعني بصوا بقت عامله كده, يعني كانت ماشيه كده اتشعبت لاتنين, فدول بيسموهم باسم ايه بقى؟ برونكس. تمام كده برونكس, لا برونكس. بعد كده يا ولاد هتفرع لمين؟ تروح لمين؟ للتو لانكس. يبقى عندي التو لانكس, وطبعا بيكون من اخر حاجه اورجان كده اسمه الديافراجم اللي هو الجزء ده اللي ماشي عليه بالقلم ده اسمه ديافراجم. طيب ده اللي هي المين اورجانز. طبعا بتتشعب بقى الاورجان دي لحاجات تانيه اصغر زي الالفولاي دي كده اللي هي اكياس الهواء دي اللي موجوده في التو لانكس. تعال بس الأول نمشي حاجة حاجة ما نستعجلش. نبدأ مع بعض تاني بقى. يبقى the human respiratory system consists of some organs. يلا حد يقول كده, يقولوا معايا, المفروض بتقولوا دلوقتي معايا. النوز, pharynx, تمام, trachea, two lungs, diaphragm. يلا نكمل. طيب how does طبعا the respiratory system work؟ ازاي ال respiratory system بيشتغل بقى؟ طبعا خليكم معايا وبصوا فوق وبعد كده نبص مع بعض على الصورة كلنا. يلا. During breathing in inhalation, لما تتنفس, كلمة inhalation دي اللي احنا بنقول عليها بالعربي اسمها شهيق. يعني ايه شهيق يا مستر؟ خلينا inhalation احسن بقى. يعني inhalation اللي هي enters او the air enters through the nose. يعني لما تسحب هواء, يلا معايا كده اسحب, انا بسحب زيك اهو, انا بعمل دلوقتي inhalation. يعني inhalation شهيق اللي هو air enters through nose and mouth then down the throat. او اللي هي اللحظه دي اللي انا بسحب فيها الهواء نازل اهو, شايفين دي اسمها ايه؟ اسمها انهيليشن. طيب يبقى اول حاجه يا مستر ان الانسان بيعمل حاجه اسمها انهيليشن. طيب نمبر 2 ايه اللي بيحصل بعد كده؟
يحصل العكس بقى. During breathing inhalation طبعا دي قلناها خلاص. Then air passes through the trachea. اهو بصوا مش معايا، امشوا مع الصوره بقى دي كده. الهواء ماشي اهو، دخل في التراكيا وبعد كده راح للبرونكس اللي في الشعبتين دول، وبعد كده راح مال بقى التو لانجز زي ما انتم شايفين كده، راح للتو لانجز. يبقى شفتوا بقى ماشي ازاي؟ يبقى من النوز بعد كده للفارينكس او اللي هو الثروت اللي هو الزور، وبقى اول بالعوم، بعد كده التراكيا اللي هي القصبه الهوائيه دي، وبعد كده البرونكس اللي هم الشعبتين، then the two lungs وبعد كده two lungs. يبقى نشوف تاني كده. Then air passes through the trachea into the two lungs which fill طبعا up with air like two balloons. بيتنفخوا بالهواء عامل زي البالونتين بالظبط، وهنشوف دلوقتي برضو فيديو ليهم كده. ايه اللي بيحصل بقى يا مستر inside the two lungs؟ الهواء دخل جوه التو لانكس، ادي واحده وادي الثانيه اهي. طب ايه اللي بيحصل جوه بقى يا مستر؟ The trachea is branched into two tubes known as bronchi. يعني التيوب الواحده اسمها برونكاي. برونكاي اللي هي الشعبه دي. تمام كده؟ طب that is turned او divided into smaller and smaller tubes. ركزوا بقى كده، انا هرسمها لكم هنا كده. ادي التراكيا، ادي برونكاي، وادي برونكاي، وهما الاثنين اسمهم برونكس، هما الاثنين تو برونكس. ادي اللانج، وادي لانج تانية، ادي رئة، وادي الرئة التانية. بصوا بقى كده بيتفرعوا بقى كمان يا اولاد لتيوبس تانية اصغر، بصوا زي الشجرة سبحان الله. بصوا الصورة قدامكم كمان ايه موجودة جاهز، بصوا تتفرع بقى زي الشجرة بالظبط. اللي انا برسمهم الصغيرين خالص دول بقى اسمهم ايه؟ اسمهم برونكيليوس. برونكيليوس اللي هي الشعيبة، تصغير شعبة بيقول عليها شعيبة هوائية، شعيبات هوائية. يبقى الصغيرة خالص، يبقى بصوا ماشية ازاي؟ تريكيا، برونكي او برونكاي سوري، برونكاي، برونكاي اللي هما الاتنين اسمهم برونكس، وادي برونكيليوس. برونكيليوس اللي هي ايه؟ الشعب او الشعيبة الصغيرة. طيب بعد كده نشوف مع بعض بالراحة. يبقى inside the lungs the trachea is branched into two tubes known as bronchi that is turned تمام divided into smaller and smaller tubes، تتفرع لشعب شعيبات صغيرة خالص. that look like the branches of the tree، يعني شبه ال branches of tree فروع الشجر، known as bronchioles. bronchioles اللي هي الشعيبات الصغيرة خالص. طب يا مستر نكمل الرسمة بقى بالمرة. في اخر البرونكيولز دي يا ولاد بيكون في ساكس كده، ساكس يعني اكياس، بيقول عليها اير ساكس، يعني اير ساكس اللي هي ايه؟ اكياس هواء، بيسموها باسم الفيولاي. تعالوا نشوفها كده نكمل. بص يا ولاد، at the end of these tubes there are طبعا little sacs، يعني little او little sorry little sacs، اكياس صغيره جدا، surrounded by blood vessel known as air sacs، اكياس هواء. Or alveoli. Alveoli. خلي بالك من النطق. Alveoli. يعني يا مستر؟ يعني في نهاية البرونكيوليس دي يا ولاد في أكياس صغيرة زي ما أنتم شايفين كده. الأكياس الصغيرة دي بتتنفخ بالهواء زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين يا مستر هي منفوخة دلوقتي كلها فيها إيه؟ أكسجين. الأكسجين يروح للبادي، معلش هتيجي تاني دلوقتي تشتغل تاني. بصوا كده. الاكسجين يروح للبلاد عندك اهو، بياخد الاكسجين وبيديله الكربون دايكسيد اللي هو الازرق ده، بيبدله. بصوا بقى كده ايه اللي يحصل. inside the blood vessels oxygen move into blood، الاكسجين يروح للدم اهو تمام. then it can be carried around the body، بعد كده يروح لدقيق جسمك كله to help other organs and system to work. لا مستر براحه علينا شويه. طب براحه شويه. بص يا ولاد، مش احنا اتفقنا ان ادي التريكيا اهيت، وادي البرونكاي اهي، وادي اللانج اهي، وهنا البرونكيوليولز اهي اللي هي الصغيره دي، وفي اخرها في الاير ساكس ديت اللي هي الالفيولاي اكياس الهواء دي تتنفخ من الهواء. طب ربنا احاطها بايه؟ بصوا شايفين الشعيرات الدمويه دي، بلاد كابلرز دي، الشعر الخفيف اللي عليها ده اللي هو ده اللي هو ده ده في الدم، ياخد الاكسجين منها اللي انت كنت ماليه، مش انت خدت دلوقتي انهيليشن شهيق، ويديها الدم، يديها الكربون دايكسايد اهو اللي هو الخطوط الزرقاء دي يا ولاد. بص على الصوره كويس دلوقتي وبتتحرك كده اهو،
ادي الاحمر، وادي الازرق بقى رايح من الدم يروح للاير ساكس دي عشان تطلعه دلوقتي في الهواء اللي هو الزفير اللي هو الاكسهيليشن. طب الدم يا مستر ياخد الاكسجين اللي هو بالاحمر دوت دلوقتي ده ما انتوا شايفينه دلوقتي ده، يوديه فين؟ يوديه بقى لجسمك كله around the body to help other organs and system to work. تمام كده، يا رب نكون فاهمينها. طبعا تشوف كام نوت كده مهمه. Our bodies need oxygen in order to do their functions. يعني جسمنا محتاج الاكسجين ليه؟ to do their functions and to get needed energy، ويجيب الطاقه. We get oxygen gas from air around us all the time. احنا بنجيب الاكسجين من الهواء حوالينا في اي وقت. We can't store extra oxygen in our bodies. مش هنقدر نخزن اكسجين زياده في جسمنا يا ولاد. So we must طبعا constantly يعني take in a new oxygen، يعني لازم باستمرار او نثبت دايما ان احنا ناخد اكسجين باستمرار، لان احنا ما ينفعش نخزن الاكسجين. طيب بكده خلصنا الجزء الاول من الدرس respiratory system. ان شاء الله الحصه اللي جايه نتكلم فيها عن البارت نمبر 2 ونتكلم فيها عن الانهيليشن اند اكسهيليشن بروسيس. كل التوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.